واخر متسابقه معانا النهارده هي ماما نانا وهتساعدها بنتها انجي. انا مدام نانا عندي مارك وانجي. انا اسمي انجي عندي كرولوس وعندي جاسمين. احيانا انجي بتنزل بوستات بتفلت منها الكلام، بكلمها في التليفون بقول لها مثلا انجي امسح الكومنت دوت او عديليه او حاجه زي كده. ماما لو هتعمل جروب على الفيسبوك هتتكلم فيه عن علاقتي بولادي، هسميها كوكو او انجي وكوكو. ايوه هو عاده انا بشير اغاني الفيروز وهي بتحب ان هي مثلا تشيرها تاني وما بتعلقش بس. ماما بتنزل بوستات كتير جدا على الفيسبوك بس كلها دينيه يعني. اهم انا ولا الموبايل دي اساله فيها انجي بقى. طبعا يا حبيبتي انت صدي في الموبايل يعني. احنا جاهزين للتحدي الاقوى ام في مصر وماما اقوى ام في مصر.